الحمد لله أخت حبيبة، مرحبا بك من العيون. بارك الله فيك. قل لي يا أخت حبيبة، أنت عندك إن شاء الله طاجين ديال المشمش والبرقوق. يلا بسم الله ناخذ من عندك الطريقة ديالك. اللي بغيتي اللحم البقري ولا الغنمي بحال بحال. على الأفراد العائلة. نعم. كتاخذي كتشلي البصلة، كتبور مع النوس، نص كاس الزيت البلدية، نص كاس الزيت الرومية، البزار سكينجبير، خرقوم عود، نعم، الملحة. غير الزيت ما كديريش في الأول. إيه. كتشرملي اللحم على البصلة والعطرية، وكديري كاس ديال الماء حتى كيشرب شوية يدخل، حيت إلا درتي الزيت كتجلد الزيت ما كتخليش العطرية تدخل. واخا. عاد كتخوي نص كاس ديال زيت العود، نص كاس ديال زيت البلدية. العطرية نعاودو نذكرو شنو درتي فيها؟ الملحة. إيه. الإبزار. سكينجبير. نعم. خرقوم. إيه. عود. شوية ديال زعفران. ضغطة شوية الريحة. واخ. شوية. واخ. كزبور معدنوس. نص كاس ديال الزيت البلدية، نص كاس الزيت الرومية تنخر، ماشي ملي يغلي شوية عاد كدير الدك في الزيت. إيه. وبصلة إن شاء الله. هاد الحساب اللي عطيتك ديال قياس كيلو ديال اللحم، جوج بصلات مشمطين. واخا. وملي كيشرب شويه كتغطيه بالماء وكتنقصي تخليه يطيب صافي. كتاخدي البرقوق. نعم. كديري في كاسرونه، ديري عليه شويه ديال الماء والقرفه والسكر. ايه. تتعسليه. ومعلقه ديال الماء زهر. حتى كيتعسل. وكتشدي المشماش كديري في الماء وديري عليه السكر حتى كتعسليه حتى كيرجع سيرو. ايه. اللوز مقشر كتسلقيه وتقشريه وتحمريه. ملي كتقدي الطاجين كتزوقيه بالبرقوق والمشمش وكتزوقيه باللوز. بالصحة والراحة. نم 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 بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة.